أروح كيف؟ يبقى يوم ويروح، لكن الرسالة تبقى يعني دائمة، وكل سائر الأيام وكل العام يعني احتفظوا برواحكم. يعني مشكل إنه في مرضى السكري إنه بعد يخلف كيخلف المضاعفات ما عدناش حدود كبيرة صراحة. صح. ما كانش قد ما يوصل العلم ما هوش حق يبدل لك العلوج نتاع جسم نتاعك كامل يوم خرها يكزدها ويهردها لا ريتينو باتي ديابيتيك ما نحكيوش عليها لو بقى ما مرينال ما نحكيوش عليها وفيق اتنسيون فيق اتنسيون على اني بمحبة وبدال جا حذاري من مرضى السكري. ما نهضرش الامراض الاخرى لانها امراض ما نقولش امراض يعني تقل خطرا على السكري، لكن الارقام تاع الامراض مرضى السكري بشكل شيء كبير 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 جدا. تقدر قد ما تكون الاحصائيات راهو اكثر وفاكات ورسوميات في الاحصائيات، لان كاين عباد ما يديروش في الاستاج وهما عباد جينيرالمون هما اللي يلقاو عندهم مشاكل لانهم اكتشفوا مرض السكري في مراحل متطورة. صح صح. حكيم مش تحكي لنا على الكوفيد ثاني؟ لا شويه كوفيد يا اخي كريم، هم الناس كنت تقول لك موجه الرابعه موجه الرابعه، الكوفيد ما راحش بالك نقص لك ما راحش، راهو يدخل العائلات ويمشي من عائله لعائله ويمشي في المناسبات والاعراس والجنايز بطريقه غير مباشره، لكن ماهوش سبيكتاكل كما قبل. مي كوفيد راهو كاين وما راحش، ما يتصوروا انه الكوفيد يروح ويجي بالموجات، لكن الموجات في الوسط بين موجه وموجه كاين ركود، كاين ستابيليزاسيون، ما كاينش مانيفيستاسيون كبار، وانما الكوفيد ما راحش، راهو ينفر راهو يدي في العباد بطريقه غير مباشره بطريقه سلسه بس على صحة التعبير، لكن راه موجود. حذاري حذاري ثم حذاري. يعطيك الصحة حكيم، عجبتك مدايرين مكتب تلقيح؟ هنايا رانا نقحوا أي واحد اللي عايز يدير الفاكسان بخومييير دوزيام دوز، حتى للحد يعني لقينا اللي راه يقدر يدير تروازيام دوز. حتى سقسيك حكيم على تروازيام دوز، قال له بلي دوكا ولات كاينة تروازيام، دوكا وشي أنا من الأول نعرفها، وشي هي كل استشهر؟ ترى حنا واش سمعت أنا كاسم هذه كمواطن، مش سمع قال لك راه لازمك ما بين واحدة استشهر. ايفيكتيفمون احتياطيا واش نمشيو يعني على حسب اللجنه العلميه حاليا تخوازيام فاكسان دار ابخي سيمو شهر من دوزيام انجيكسيون دير سيمو. تسمى دوك اللي عنده 6 شهور من دار دوزيام يقدر يجي 6 شهور ولا اكثر يقدر يجي يتقدم نديرو له تروازيام وراهي غير زياده الخير. صح صح. لا بروميير دارت له مناعه، الثانيه دارت له مناعه، الثالثه واش راح دير له؟ دير له مناعه كيما الاخرين. صح صح. حاجه جديده. صح صح. وانما المناعه تاع الانسان لاحظوا باللي تولي تاع 6 شهور تنقص ما تروحش بلاص تنقص. انما هذه الفي سكون تاع الغيب هي السيستم ايمينيتي. هذيك هي. نشكر اللي كاين كوفيد واللي كاين هذا الفيروس يعاود يعني الشم مضاد. صح. حكيم بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله. عايشك. ضرك هنا راه هذه خيمه مديرينها لطب العيون، احنا باش نعرفوا المرض السكري كيقيس اي انسان يبداو له بالعينين او الكلى. هذا واش قالوا لنا احنا دوك، احنا ماهيش طب. هذاك شوفوا ترى هنا الطب. السلام عليكم. هاي طب هاي طب العيون هنا. شكون الطبيب؟ ايش كل اللي تابع؟ مازال ما جاش. لا 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 تعطينا فكره. هذيك حصاوي. هذه اوندوكرينو هذه. هاي السلام عليكم حكيمه. عايش حبيبي. معك صفحه تاع ايلو بسكره. احنا عجبتنا المنظمه نتاع الحمله مدارينها. حبيت تعطينا فكره عن مرض الناس المرض. على المرض. يوم تحسيس درنا يوم تحسيس بمناسبه اليوم العالمي للصحه مرض السكري. 14 نوفمبر من تحت رعاية مديرية الصحة والصحة الجوارية لبسكرة ولوبياش دو حكيم سعدان مع لا ميزون ديابيتيك والجمعية الولائية لمرضى السكري. دونك درنا كوتي تاع ديبيستاج تاع الديابيت تشخيص للناس اللي ما عندهمش السكر، استفادوا من نصائح غذائيه وتربيه غذائيه، ومن طيفوتو عند ميدسان سبيسياليست، ودرنا كوتي تاع لي
مالاد ديابيتيك ديجا كونو، يستفادوا ثاني من التربيه الغذائيه، يستفادوا من العلاج النفسي، يستفادوا من النصائح على على طبيه تقدم السكريه، يستفادوا من النصائح على الفاكسان تاع كوفيد واللي ما داش الفاكسان يقدر يديرها، ومن طون يفوتوا عند طبيب تاع العيون لتشخيص الشبكيه. اسكو هذا حبيت نسقسيك، كان ياسر يقول لك لا رحت لا حطوا العيون هنا، على ما جابوش حاجه واحده اخرى، ما اسمها سبيشاليتي تاع العيون، على ما دار طب واحد اخر ما شاء الله. لاغيتينوغرافيا فاسيل، فهمت؟ كاين هذا الاخر لا كونسلتاسيون عند طبيب تاع العيون. كاين اللي ما يقدرش انه يروح لطبيب تاع العيون، احنا نسهلوا لهم، سورتو المرضى اللي فوق 7 سنين من السكر وما عندهاش باللي راهو عمره ما شاف الشبكيه نتاعو، احنا سهلنا له انه تكون عندنا الاخر هنا الفحص على الشبكيه. حكيم بارك الله فيك، ربي يجازيك يعطيك الصحة. سمعت واش قالت لنا الحكيمة، دوك نروحو إن شاء الله نشوفو تاع الفوج الأول، هذا نورمال تاع أمراض الكلى، تربية نفسية ثاني. هذه من بعض الأدوية تاع الداء السكري. نورمال عادي واش نقول لك، يوم التحسيس على ما يدير السكر. هاي هاي السلام عليكم. السلام عليكم. معك صفحة تاع ايلو بسكرة. مرحبا بكم. عيشت في احمد والله، شفناك دويات هذه. ايه ندير اليوم مناسبة يوم عالمي لداء السكري، طلبت مديرية الصحة مع جمعية المرضى السكري بسكرة يوم تحسيسي في 15 ويوم توعوي، زاد بزيادة جبنا لي ميدسان. ربي يبارك. نبقى مبروك. السلام ورحمة الله وبركاته. دوكا نهضر معك. يسعدنا لي ديتيسيان لي ميدسان تاع التغذية. عندنا بني نبط المروب وعندنا حتى لي ديابيتولوج، ربي ان شاء الله باش نوعوا الناس اللي راهي مرضى بالسكر والناس اللي راهي بري ديابيت، يعني مازال على بالهمش باللي راهم عندهم السكر. قالوا لي كاين اللي درك هنا جاو دار تيست لقاهم. ايه كاين بزاف ناس على بالهمش، ناس ما على بالهمش تاع السكر. وهذا المدويات ما تعرف بهم من يجوا الناس ولا؟ هذو كاين ناس اللي ما عندهمش لاسيرونس نقدروا نحاولوهم ندوا لهم سي دي دون، وكاين ناس ثاني بريزونتو لهم السكر. ما عندناش اكتيرمون، ما عندناش من هكا يكون عندنا. انا نجيب لكم عندي. ايه جيب لنا. خاصك تشري هذا زاد مطورين. مازال هنا حتى 12، تقدر تجيب لنا البخاري دار السكري تاع البخاري. عندي بطاطا بالسكري تاع الهواء ودور السكري. جيبيها مرحبا. جيبيها لهنا ولا في البخاري؟ دار السكري في. في. صدقها يعني اللي يليق له. هذا صدقه مقبوله. هذا هو. يا اهلا. السلام عليكم. لاباس؟ خير. خير. الحمد لله يسلمك. يا هدر كلمتين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هاي. كلمات زين. صفحه ايلو بسكره. حبيت تعطينا كلمه على الحمله اللي دايرينها. حملة أيام طبية مرض السكر، دينا للمعالجات اللي يعني فيها أطباء فيها الناس، جبنا حتى كوفيد فاكسان حتى يدير هنا في المصحة هذه، الحمد لله الأمور ماشية رحمة ربي نعمة، والناس كلها توافد على الأيام الطبية هذه والحمد لله يا رب. الحمد لله بارك الله فيك. بيحضر انا عجبتني هذيك تاع تغذية السكري خلال شهر رمضان. حبيت نصورها من هين قلت ايه قرب لها. ايه والله شحال نقول لكم اخوتي، ربي يشفي كل المرضى، والله مرض السكري ما راهوش ساهل، لازم حنا ثاني هو مش ساهل مش ساهل، لا باقي متصعبين هو بالعكس، انا واش حضرت مع الطب هنا مرض السكري قال لك هو المرض اللي تقدر تتعامل معاه، اي انسان يقدر يعيش معاه بحيث ماكله صحيه برك.
ماكلة صحية وعايش معاه معاش شوية رياضة. احنا مشكل ما رياضة ما كان روح حرف جيبوا خبزة بالطونوبيل روح نتحرك بالطونوبيل ما نمشوا لرجلينا ما قوانا حتى احنا الواحد صحة ثاني جسمه عنده هواي علينا. المهم بارك الله فيك على المتابعة وربي يشفي كل مرضى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.